السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم حبيباتي تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير وتكونوا مزيانين. وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا معايا اليوم، انا جيت لايكيا، هذا المحل اللي اكيد كل السيدات كيعجبو، محل خاص بالديكورات والاثاث ديال المنزل، يعني اي حاجه عندها علاقه بالمنزل فغادي تجبروها هنايا. فيها اثمنه يعني نقولوا معقوله، بعض الحاجات عندهم رخاصين ودائما كنجبروهم هنايا، ودائما كيجيبوا الجديد، يعني شي حاجات ان شاء الله غتشوفوا معايا كنجي خصيصا هنايا باش ناخذو، وكناخذ افكار هكذا. كيعملوا ديكورات ديال المطابخ وديال الغرف النوم واي حاجه كيف ما قلت لكم عندها علاقه بالاثاث ديال المنزل. بقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا اخر صيحات الموضه فيما يخص الديكورات، وان شاء الله يكون فيديو ممتع فرجه. شوفوا معايا هاد البلانطا مزيونه بزاف، دابا غادي نصور لكم الاثاث، يعني هكذا الديكورات ديال المنزل. هذه كتمس بعض الاورو، يعني مزيونه هكذا تنزلوها في المطبخ ولا في شي مكان في المنزل، مزيونه بزاف. شوفوا معايا هاد الغرفة هادي كيفاش عاملة، مزيونة بزاف. الحاجة اللي كيعجبني أنني نجي ليلا ونشوفها هنا كيف إيكيا هي هاد الموديلوس اللي كيعملو ديال الغرف، كتاخد منهم أفكار كيفاش ممكن أنك تعدل الغرفة هكذا ديال البيبي ديالك. هادي ديال الطفل الصغير هنا، حيت هنايا كاينة الكونة، طبيعة الحال ممكن أنك تعمل كاما أولا تعمل أي حاجة، المهم هما تينا كتاخد الفكرة وصافي. كاينة بزاف ديال الموديلوس هنايا، شوفوا كيفاش مزيونة بزاف، كيفاش منسقينها الكري والأبيض، جات تناسق ديال الألوان مزيون بزاف. وكيف ما قلت لكم هذه غرفة للعرض، يعني نتوما كتاخذوا الأفكار، إذا عجبتكم شي حاجة فيها مثلا على سبيل المثال عجبتكم هذا الكامبيادور ديال الروبا ديال الحوايج من الأطفال، هنا مثلا كتبدل للبيبي ديالك وهنايا كتملو الحويجات ديالو والحاجيات ديالو. مثلا عجبتك هاد الكومودة هذه، كتاخذ الكود هذا وكتهود نص طوك نتا حيت وكتمشي نباسي 33 وكتاخذ هاد كتجبر هاد الكوموده هادي كاينه تما في السطوك نتا حيت، يعني هاد الطبقه هادي اللي انا متواجده فيها غير الحاجات ديال العرض، يعني كتاخذ فكره كتعجبك الحاجه كتهود لتحت وكتسجل هاد الكود هذا. دي معلومه كنقولها للناس اللي غادي يجيو اول مره لايكيا، مثلا اللي كيجيو مشي من بلد اخر، فمثلا الا جيتو من المغرب وبغيتو تجيو لايكيا تاخذوا بزاف د الحاجات، حيت ايكيا ديال اسبانيا معروفه بالجوده ديالها ومعروفه حتى بالاثمنه المعقوله ديالها، فهذه معلومه تاخذوها بعين الاعتبار باش تجيو تبدعوا من هنايا يجيكم الامر ساهل، يعني غير كتاخذوا الكود وكتهودوا السطوك نتا حيت. وكاين حتى هذا الموديل هذا اللي حتى هو مزيون بزاف، هذه فيه الكاما يعني السرير، وهنايا هذا بحال مكتب هنايا، وهنايا واحد الموقع هكذا الطفل كيفاش يحفظ جميع الحاجات ديالو. المهم هما كيعطيوكم افكار وانتوما كتاخذوها هكذا بعين الاعتبار اذا كنتو كتجهزوا الغرف ديال الاطفال ديالكم، مزيونين بزاف هاد الموديلات اللي كيعملو. وكاين حتى هاد الموديل هذا كيعملو هكذا موديلات ديال الاسره، شوفوا هذا مزيون بزاف، فيه بزاف ديال المجوره، تقريبا 4 ديال المجوره، وهنايا عندهم هاد جوج ديال الطبقات اللي كتقدروا هكذا تفقعوا فيه الحاجات ديال وليداتكم. وبطبيعه الحال هما كيعملوا لكم الديكور، وانتوما الى عجبكم هاد الديكور اللي هما عاملين كتاخذوا هاد لي زارتيكل كل حاجه والثمن ديالها، بحال هاد الفونده هادي، هاد الغشاد، هاد المخده كيعمل 6 ديال الاورو، كاين هذا عاود كيعمل هاد المخده هادي كامله انتيرا كامله كتعمل 12 ديال الاورو، الكولتشا كتعمل 39 والكاما كتعمل 314، كل حاجه والثمن ديالها وكل حاجه بالكود ديالها. وانتوما كتهاودوا السطوك نتا حيت وكتجبدوا الحاجات ديالكم، كل حاجه والثمن ديالها، هما عاملين لكم الموديل كيفاه منين كيتكون. وكيف ما قلت لكم ايكيا متبعه هذا النظام هذا، يعني كتعمل لك هكذا العرض ديال الحاجات وتينا كتاخذ اللي بغيتي وكتعرف الاثمنه ديال كل حاجه. وكيف ما كتشوفوا كبيره بزاف تبارك الله، وعندها زبائن بزاف، وكيجيو الناس خصيصا حتى من دول اخرى. كاين الناس اللي كيعجبها تبدل في الديكور ديال المنزل ديالها يعني بصفه مستمره، وهنايا ايكيا يعني الاثمنه ديالها معقوله، يعني الانسان كيقدر يجدد في الديكور المنزل ديالو باثمنه معقوله. كاين الناس هكذا ما كيعجبهاش تبقى بالاثاث واحد المده طويله معاها في المنزل، هي عجبها تبدل، فايكيا الوجهه المفضله ديالها. ولكن في المقابل كنجبروا الناس كيعجبهم يعملوا الاثاث يكون صحيح ويضم واحد المده طويله، فهذيك كتجي لهنا غير باش تاخذ الافكار وشنو الجديد في الديكورات وفي الاثاث،
وكتطبق الحاجات ديالها في كتشريهم اولا كتوجدهم على القياس ديالها وعلى العبار مثلا عند النجار. لان بكل صراحه في ايكيا ماشي يعني الصح والعمل شي حاجه اللي مثلا مزيونه والديكور ولكن كتاخذ الوقت ديالها. وشوفوا هذا ما كيعمل لك هذا الموديل هذا يقدر يعمل الحاجات ديالو هنايا. هذا كيعمل 7 الاورو الثمن ديالو جد مناسب يعني هكذا كتعرفوا الغرف الاطفال كتكون مرونه وخا نعيو من جمعوها دائما كتجبر الحاجه منزله في الارض فوق المكتب فوق الكامه هكذا مثلا يعمل هنايا المسائل ديالو. فكره يعني جيده. شوفوا معايا هذه الكوموده مزيونه بزاف اللوح ديالها صحيح يعني مزيونه وصحيحه كنت كتعمل 129 وعامله دابا 99 مزيونه بزاف في الابيض يعني اللي بغاتها هكذا مثلا تصلح هكذا البيوت ديال العيال او حتى في البيت النعاس مزيونه بزاف فيها ثلاثه ديال المجوره والثمن ديالها مناسب. وكيف ما كتشوف معايا كاين هاد الميسيتات هادو صغارين مزيونين عاملين 10 الاورو الثمن ديالهم جد مناسب نقدروا نعملوا مايدا في البيوت ديال الاطفال. كيف ما شفتوا معايا اليوم ركزت على الغرف ديال الاطفال وكاين الغرف ديال الاب والام كاين الغرف ديال مثلا الشباب ولكن انا اليوم ركزت غير على ديال الاطفال. ان شاء الله في فيديوهات مقبله ان شاء الله نتقاسم معكم ديكورات اخرى واثاث اخر لان الفيديو غيجي طويل الا شاركت معكم الديكورات اللي كاينه كامله. بغيت ناخذكم غير هكذا افكار وصافي والحاجات اللي شفتها عاملين فيها التخفيضات. وبما انني جيت لايكيا فضروري نستغل الفرصه ونعمل واحد الجوله في الجانب والغيون الخاص بالمطابخ يعني كل ما له علاقه بالمطبخ سواء ديكور او لاواني منزليه. وللامانه وبصراحه ايكيا معروفه بالجوده ديال الاواني ديالها وكذلك رقم اول في الاواني المنزليه عندها تشكيله مختلفه ومتنوعه والاهم انها متجدده يعني دائما كتجبر الجديد في الاواني ديالها. وكاين كذلك هاد البوتيس هادو اللي كيجيو مزيونين اللي معروفه بهم ايكيا شنو زادوا لهم دابا الثمن. انا كنت خديتهم عندي كيعملوا خديتهم 3 اورو ولكن دابا كيعملوا 5 اورو مزيونين بزاف. وهاد النقري هذا ما كيدارش كيبقى هكذا دائما ومزيونين هكذا اللي قامه تعملوهم كي تقدروا توقفوهم هكذا تقدروا تعملوهم هكذا او لا هكذا على حسب الديكور اللي بغيتو. الثمن ديالهم كيعملوا 5 الاورو هادو دائما من المنتوجات اللي كاينين في ايكيا. كاين حتى هاد الزريفات هادو الشكل ديالهم هكذا بسيط ومزيون وكبيبري كيعملوا غير 75 ديال سنتيم. وكاين حتى هاد البلاطوس هادو ها هما كاتبين هنايا نويسترو بريسيو هما سباقو يعني ملي كيكون الاثمنه هيدا طايحين فهما كيعملوا هاد العلامه هكذا باش كتعرفوا بان هادو رخاصين بزاف. بلاطوس عاديين هيدا دائما رخاصين بزاف كتشوفوا الثمن ديالو. حتى هادو اللي كنستفوا فيهم هكذا بلاطوس مزيونين هادو غير اورو و50 تمام مناسب ورخاصين وكينظموا هكذا في بلاكارات ديال الكوسينه كتعملوا مثلا جوج او ثلاثه هكذا حسن ما كتعملوا الطبيصلات كيبقاو هكذاك غير منزلين على مثلا في الشبكه فهكذا كيكونوا مزيونين وفيهم بزاف كما كتشوفوا يعني منا كينظموا لكم منا كيعطي واحد الديكور مزيون. وكاين حتى هاد الفوينتي هذا اللي كنصحكم به يعني الا جيتو لايكيا غير خذوه مزيون بزاف وكيصبر والدجاج ديالو غليظ وكيدخل حتى الفران كتعملوا فيه لي غراتان تعملوا فيه طويجل الحوت اي حاجه مزيون بزاف وكيعمل 3 الاورو هادو من المنتوجات يعني من الحاجات اللي كتجبرهم دائما في ايكيا كاينين هنايا. ومن الحاجات اللي كنجي دائما ديهم الايكيا هما هاد السربتات فيهم 4 اونيداديس يعني 4 ديال السربيتات غير ب2 اورو و50 يعني الثمن جد مناسب ما كتجبروهمش بهذا الثمن في اي مكان حتى التشينوس ما كتجبروهمش بهذا الثمن والكاليده ديالهم مزيونه بزاف. ها هما كاتبين لك هنايا كيفاش يعني واش كيقدروا تعملوا لهم بلانشا اولا دخلوهم لدرجه الحراره كتشوفوا يعني كيستحملوا 60 هاد الكوب هذا ملي كيكون فيه هاد درجه الحراره فكتعني لك شحال ممكن ملي كتدخلوا من لابادوره شحال كتقدر مثلا واش 60 او 40 على حسب درجه الحراره ديال الماء. هادو مزيونين بزاف غادي ناخذ وحده. كاين حتى واحد الاوفيرتا مزيونه بالنسبه هكذا هاد الباصوص ديال القهوه الفناجين ديال القهوه هذا ماشي فنجان هذا يعني كوب كبير
في هذا اللون هذا الازرق وهو الابيض، اذا خديته مثلا اربعه كتخلصوا غير ثلاثه، والثمن ديال واحد الباسو كيعمل اورو 50، ثمن مزيون بزاف. هادو كانوا كيعملوا اورو 50، ولكن دابا عاملين لك يعني كيعطيوك واحد غراتيس اذا خديتي اربعه. وكاينين هاد المقيلات حتى هما مزيونين بزاف، بالنسبه للثمن ديالهم كيعملوا غير 4 ديال الاورو، مزيونين هكذا مبغرين بيضات، بغينا نعملوا هكذا شي توفيه فرنسيسه هكذا على السارح، فهما مزيونين ماشي كبارين ومتوسطين، يعني ماشي صغيره وماشي كبيره، حتى هي مزيونه بزاف. وكاين هاد الوعاء هذا الزجاجي اللي تقدروا مثلا تستعملوه كميس زهريه، اولا تقدروا تعملوا فيه الماء اولا العصير اولا اي حاجه، كتعمل غير اورو 50. انا في هذا الفيديو ركزتكم على يعني الاواني اللي شفتها رخيصه، كاينه في المقابل كاينه اثمنه يعني مرتفعه، وكاين الحاجه اللي رخيصه، فكل واحد كيف ما قلت لكم كيمشي على حسب البودجي ديالو. كاين هذا الباك ديال الكيسان حتى هما كيعملوا 4 اورو و 50 كيف ما كتشوفوا معايا، 6 ديال اونيداديس يعني 6 بهم 4 اورو 50، يعني ثمن جيد مناسب وصحاحين كيف ما كتشوفوا معايا. ها هما الكوب كبير بزاف، هذا تقريبا كيهز 250 مللتر، ثمن جد مناسب. كاين هاد البوطيات هادو اللي مزيونين بزاف، كنحتاجوهم بزاف في المطبخ الا بغينا هكذا شي حاجه نحكموا عليها الاغلاق وباش ما تيتبدلش الطعم ديالها، كنعملوا فيهم بزاف ديال الحاجات اللي كنستعملوا مثلا المخللات اولا نعبئوا فيهم السمن اولا ممكن نعملوا فيهم حتى التوابل باش ما كيتبدلش الطعم ديالها، كيعملوا غير جوج كورو، الثمن ديالهم جد مناسب وصحاحين كيف ما كتشوفوا معايا. شوفوا معايا هاد البوطيات اللي هما زجاجيه والحجم ديالها كبير، وعندهم هاد الطبه اللي فيها هاد الجلده، هادو مزيانين نعملوا فيهم حاجات نحتفظوا مثلا حتى الحلوى نعملوها هنايا، نعملوا فيها اي حاجه سكر الحاجه اللي كنبغيو نحافظوا عليها، والثمن ديالها كيعمل 5 اورو، الثمن ديالها جد مناسب. وكاين كذلك حتى هادي الحجم ديالها هكذا جات قصيره شويه، حتى هي مزيونه كتعمل 6 ديال الاورو، مزيونه بزاف هادي. ها هي كيفاش كتجي، نقدروا نعملوا فيها السكر نعملوا فيها اي حاجه، ولكن الحلوه كتجي مزيانه بزاف تحافظ عليها، حتى من الدار ديالها هكذا ملي كنعبئوها هكذا بالكوكيز اولا هذه كتجي مزيونه. كاين كذلك هاد اسكوري كوبيرتوس هذا اللي من اينوكس ما كيكحلش، مزيون عنده هاد السيبور ديالو كتنزلو فوق منه، طبيعة الحال السيبور كيعمل الثمن ديالو اورو، وهذا كيعمل 3 اورو 50. هادو دائما كاينين في ايكيا، الثمن ديالو مرخص هنايا بالمقارنة مثلا مع كاريفور، انا جبرتهم في كاريفور كيعملو تقريبا 6 ديال الاورو. ها هما كيف ما كتشوفو مزيونين بزاف، كتعملو فيهم معلقات وكيجيو هكذا مزيون فوق هكذا في المتناول ديالك كيجيو مزيونين هكذا. حتى هاد الفوينتي اللي الحجم ديالو صراحة كبير بزاف كيف ما كتشوفو معايا، وكيعمل غير 7 ديال الاورو، يعني الثمن ديالو جد مناسب. شوفوا يعني الديامتر ديالو 35 سنتيم على 25، هذا كبير كبير زعما مزيون هكذا الاسره اللي كبيره. ومن الحاجات اللي دائما كنجبروهم في ايكيا هي هاد الكرسي ديال العيال هكذا ديال الماكله ديال الكوميدور، صحاحين هادو تبارك الله كيدوزو لكم حتى كيكبر البيبي وكيمشي على رجيلاتو تبارك الله وكيبقاو صحاحين. انا عندي هادو مزيون بزاف، يعني بلاستيك ديالها صحيح وكتمسح كترجع نويبه، كتعمل 25 اورو، بالنسبه للثمن ديالها جد مناسب، هو زاد له شويه ولكن مزيون بزاف. هاد الحاجه هادي بغيت نوريها للامهات اللي عندهم هكذا الاطفال في المنزل واللي كيهرسوا الكيسان بزاف، هاد الكيسان هادو ديال ايكيا صراحه غزالين بزاف وصحاحين، وخا يطيحوا وخا ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، هما ديال البلاستيك ولكن صحاحين والبلاستيك ديالهم صحي ماشي اللي يعني خايب للصحه، هما عندهم هذيك العلامه اللي كتعني ان البلاستيك ديالهم صحي. وهنايا في ايكيا عاملين اوفيرتا ديال الديه، كتاخذ 3 كتخلص غير 2، يعني الاونيده كتعمل 2 اورو، يعني الواحده كتعمل 2 اورو فيها 6 ديال الباسوس والوان مختلفه، هذه مزيونه بزاف يعني كنصحكم تاخذوها. كاين هادو كاين هاد الزليفات هادو حتى هما صحاحين وحتى هما عاملين فيهم 3 بوردوس. وكاين كذلك هاد كوتشيوس وهاد المعلقات والتينيدوريس فرشيتات وكل شيء كيسوقوا هكذا مثلا بحال قلت لكم من العيال في الدار، وحتى من الخرجات الا كنا عندنا شي خريجه من الغابه اولا هكذا البحر اولا في العطل. حتى هاد طابيريس هادو هاد العلب بلاستيك ديالهم صحيح بزاف، هادوك خاصين
انا كنتواجد حاليا في الغيون ديال الاثاث الخاص بالغرف ديال النوم للاطفال، اي حاجه عندها علاقه بالاطفال يعني الكوغيتيس الالعاب الحاجات اللي كيحتاجوها في الغرف ديالهم. ها هما كيفاش كيجيو، هادو مثلا كنعملوا فيهم الاقلام الملونات اللي كيبقاو هكذا في الغرف ديال الاطفال، وخا كيبقاو يجمعوا كيطيحوا في الارض ولا كنجبروهم غير هكذا في المكتب، فهكذا نعملوا لهم بواطات يكونوا هكذا باللوينات، وكل حاجه كنعملوا فيها مثلا هذه نعملوا فيها الاقلام هذه الملونات هكذا كنعلمهم ينظموا الحاجات ديالهم، وكيعملوا غير 3 اورو، يعني هذا الباك هذا كامل فيه كيعمل ب 3 اورو، مزيون بزاف بلاستيك ديالهم غزال بزاف. هذاك اللوين اللي وريتكم زريرق ديال الذكوره، وكاينين هادو اللي في الروسه للبنيتات، يعني كاين الاختيارات لا بالنسبه للبنيتات ولا بالنسبه للذكوره. هنا يا حبيبتي كنكون وصلت معكم نهاية ديال الفيديو، شكرا على المتابعة، شكرا على الوقت ديالكم، كنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الخاصة بكم وتدعموني بلايك اذا كان الفيديو كيستحق التشجيع. شكرا لكم والى فيديو مقبل بحول الله.